انطلقت اليوم على ميدان الملك عبد العزيز الفروسية في الرياض بطولة كأس السعودية 2022 في نسختها الثالثة التي تعد الأغلى عالميا بجوائز تبلغ أكثر من 35 مليون دولار. وتشهد النسخة الحالية من المسابقة مشاركة 16 دولة، فيما بلغ عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط 240 جوادا، فيما يشهد شوط كأس السعودية المصنف من الفئة الأولى يشهد مشاركة 16 جوادا. عن هذه البطولة الأغلى عالميا كأس السعودية 2022 في نسختها الثالثة نلقي الضوء أكثر. ينضم إلينا من ميدان الملك عبد العزيز الفروسية مراسل وأخبار السعودية الزميل خالد الربيع. أهلا بك خالد، أحييك لهذه النشرة. ضعنا في تفاصيل هذا اليوم المميز لعشاق الفروسية ومنافساتها. اهلا، مساء الخير عبد الله. بالفعل يعني اليوم وتحديدا الساعه 3:45 دقيقه عصرا ابتدات اول اشواط كاس السعوديه في يومها الاول. طبعا اليوم الاول 8 اشواط، اليوم الثاني 8 اشواط. كما ذكرت كل مجموع الاشواط 16 شوطا، 240 جواد تشارك من 16 دوله. الحقيقه لذلك هي البطوله الأغلى الحقيقة على مستوى العالم، على مستوى طبعا سباقات الخيل. هذا اليوم الحقيقة ذهب كأس شوط الثامن إلى دولة قطر، حينما حقق شوط منيفة السعيد بن أحمد، وهو طبعا مالك جواد معروف طبعا في دولة قطر. طبعا غدا إن شاء الله ستستأنف المنافسات الثمانية أو الأشواط الثمانية. الحقيقة يعني هذه الكأس وهذه البطولة تؤكد أهميتها الحضور الحقيقة الذي شاهدناه هذا اليوم خلال تواجدنا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى هذه اللحظة. هذا فيما يتعلق في الميدان وأيضا مدرجات المتعلقة بسباق السعودية. أيضا هناك فعاليات مصاحبة لهذه الكأس وهذه قبل الحديث خالد عن الفعاليات، الأشواط انتهت الساعة 7. كنت تسمعني يعني قبل الحديث عن الفعاليات، شوط كأس السعودية المنتظر المصنف من الفئة الأولى غدا منافساته ستكون طبعا غدا تستأنف البطولة أو الكأس الساعة 7 الشوط الثامن والأخير لهذه البطولة، وهو فيه الكأس، ومن خلاله من يحقق المركز الأول من الجياد في هذا الشوط سينال كأس السعودية الأغلى كما ذكرت عبد الله بقيمة 35 أو قرابة يعني مجموع الجوائز 35 مليون دولار. لذلك هناك حماس شديد الحقيقة من الملاك ومن أصحاب الخيل. يعني صراحة عبد الله اكتشفت اليوم انه فعلا الخيل فتنه، ونبي الله سليمان عليه السلام فتن بالخيل. اليوم شاهدنا يعني المفتونين بهذه الخيل واهتمامهم بها وطريقه تعاملهم مع خيولهم وجيادهم الحقيقه وخيالاتهم. سريعا خالد، يبدو ان هناك فعاليات مصاحبه ايضا لهذه المنافسات وهذه المسابقات، يبدو ان هناك فعاليات يعني اوجزها. اعتذر نعم عبد الله، عشان يعني طبعا فعاليات المصاحبة الآن طبعا هي فعاليات موسيقية، فعاليات متعلقة بالعائلة والأسرة، فعاليات أيضا متعلقة الحقيقة بالعروض وعروض الأزياء التي تتميز بها المصمم والمصممة السعودية. كل الشكر الزميل خالد الربيع متحدثا عن البطولة الأغلى عالميا كأس السعودية 2022 في نسختها الثالثة هنا في الرياض. شكرا لك خالد.